ثلاث نقاط محددة لما ذكره ضيفك. النقطة الأولى أنه ما فيش دولة من الدول بتاخد وديعة لمصلحتها، الوديعة تبقى لصالح طالب الجنسية، سواء أنه بيشتري عقار، سواء أنه بيعمل شركة استثمارية، بيعمل مصنع، بيفتح فرص عمل للبطالة المتزايدة، لكن مش بتتحط وديعة لصالح الدولة. ده ما فيش ولا دولة بتعمل كده. إذا زميل الدول اللي عملت كده تسمية واضحة، فهذه نقطة فيها مغايرة للحقيقة ومخالفة. اثنين، ان هذا القانون بكل مواد مخالف للدستور والقانون والعرف والشرع والمنطق، لا يقبل ابدا باي حال ان مصر تتحول جنسيتها الى سلعه تباع واشترى. النقطه الثانيه فيما يخص الاستثمار، الاستثمار اللي بتتكلم عنه اذا كان اصلا المستثمر المصري انت طفشته، انت القوانين اللي انت بتمارسها واسلوب الحاله البوليسيه وسيطره الجيش على كل مفاصل الدوله الاقتصاديه طفشت المستثمر المصري. هيجي لك منين مستثمر اجنبي اذا كانت المصانع اصلا عماله بتقفل مصنع ورا مصنع، وعدد المصانع المأكولة مرصوده عندك وموجوده في مضبطه مجلس الشعب تقدر تتكلم عن تتكلم عليها وتعرف. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي بيتكلم فيها، يعني انا نسيت كانت في نقطه مهمه هو اتكلم حضرتك هو ذكرها، انت بتقد الكلام اللي بيقوله الكلام اللي بيقوله سليمان في هذه المصانع في هذه المصانع وغير وغير هذا الامر موضوع هذه المصانع كلام عارف تماما. استاذ سروات، استاذ سروات اعطيتك المجال للحديث، استاذ سروات استاذ سروات اذا سمحت لي اعطيتك المجال للحديث والان من قاموا باغلاق المصانع ودع مصر على حافه على حافه الافلاس هم هم خرفان الاخوان. لا اسمح لك، لا اسمح لك ان تتطاول استاذ سروات. استاذ سروات انا لا اسمح لك بهذا التطاول، ليس خرفان، انت تتحدث وعليه ان يرد، عليك ان تسمع كما سمع. طبقا لا ده اسلوب العاجز. هم انا اوصلونا هم اوصلونا اتيت بالدبابه على يا سيدي يا سيدي هم لا هم لا يحكمون مصر حتى يصلوا بها الى حافه الافلاس، انت عليك ان ترد، انتم من اوصلتم مصر الى هذه الحافه. يا اما تعطيني الفرصه او تغلق التلفزيون، اما ان تعطيني الفرصه يعني حتى يسمع المشاهد. لكن احنا مش في خناقه، احنا مش في خناقه، احنا دلوقتي بنتكلم بالدليل وبالبرهان. انت لم تاتي بدليل وبرهان، لكن قلت جملتين ما لهمش معنى في اي الموضوع وليسوا بصحيح القانون ولا هم في القانون. انت بعت الدم المصري وفرطت في الدم المصري قبل ما تفرط في الجنسيه المصريه، انت فرطت في الارض المصريه قبل ما تفرط في الجنسيه المصريه، انت فرطت في الغاز المصري قبل ما تفرط في الجنسيه المصريه، انت فرطت في حقوق الارهابيين قبل ما تفرط في الجنسيه المصريه. فجاي تكلمني عن الاستثمار وانت اصلا بوظت مصر واضعفت مصر من جميع المقاييس، مين اللي هيدفع لك 400,000 دولار عشان ياخد جنسيه؟ المصريين واقفين طوابير قدام السفارات كلها عشان يهاجروا من مصر ويطلعوا من مصر عشان يخرجوا من مصر، عشان انت مش عارف تعيشهم ولا تفرض تحط امن ولا تحط امان للمصريين. انت بتتكلم في اي سن يا سيدي الفاضل؟ دي قضيه من قضايا الامن القومي اللي بتضر بالامن القومي، مش كفايه اراضي الدوله اللي بعتها، المناخ الجاذب للاستثمار ما يكونش. استاذ سليمان، استاذ سليمان طرحت ما لديك من تخوفات. استاذ ثروت خلي الجيش يبعد ايده الاول عن الاقتصاد المصري وعن مفاصل الدولة المصرية عشان المستثمر المصري الأول ياخد حقه داخل هذا الموضوع. طيب نوع من أنواع التعجيز. استاذ سليمان طرحت ما لديك، اسمح لي حتى يكون الحوار